بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين؟ النهاردة جايين نتكلم عن موضوع النصب، بس النصب اليومين دول اختلف. يعني الاول كنا نسمع على حوادث كده بتيجي في اوبر، في ان درايفر، في ديدي، مش عارف ايه. اليومين دول النصاب هو اللي بيدور عليك، النصاب هو اللي بيحاول يوصل لك. ازاي يعني؟ انت وانت شغال كده في مجموعة نصابين بيحاولوا يدوروا عليك باي خدعة باي حاجة. واحنا حذرنا قبل كده، خاصة من شغل بالليل اللي هو متأخر ده، عشان بيبقى فيه حاجات مريبة، حاجات غريبة، شوية مشاكل، حاجات زي كده. وفي برضك بعض حالات النصب كتير قوي. يعني الموضوع اللي معانا النهاردة، احنا قلناه قبل كده من كام شهر كده، ان في حد كان في الهرم وحد اتواصل معاه وقال له مش عارف هتاخد شنطة وتوديها فين ومش عارف ايه. الموضوع النهاردة بقى دخلك من سكة جديدة، سكة التعاطف الانساني. عمل زي المثل اللي بيقول لك ايه، اللي يصعب عليك يفقرك. هو دخلك من القصة دي. كابتن كان شغال في منطقة الهرم، بيقول لي كان حوالي الساعة 2 بالليل اتصل بيه حد، ايوه بعد اذنك انا في عندي مشكله، بس انا عامل اوردر. هو كان عامل اوردر من الهرم، توصيل من الهرم لغايه حدائق الاهرام. الراجل حط على ان درايفر 120 جنيه، وافق وما فيش اي مشكله. اتصل بيه العميل، ايوه بعد اذنك معلش، في بس عندي علاج ان هو مش لاقيه في حدائق الاهرام خالص، وما لقيتوش غير في صيدليه في الهرم ومش عارف ايه. لو حد قاعد فكر مع نفسه كده شويه هيقول لك ان طب انت مش لاقيه، طب ممكن الصيدليه انت لقيته فيها اكيد عندها توصيل، تبعتها عن طريق توصيل الصيدليه ويحاسبوني والكلام ده. لا، هو دخله بقى ان مش عارف وبالليل ومش هنعرف والحكايه. الراجل ما الكابتن ده ما لحقش يفكر. وبعد اذنك هتروح عند الصيدليه دي، عند اللوكيشن ده، هتاخد منه دواء، بس هيجيبوا لي ان هو الدواء ده ب 580 جنيه. هتدي له ال 580 جنيه وهتيجي ان هو يحاسبك على الاوردر ويحاسبك على ال 580 جنيه. الراجل قال ما فيش اي مشكله، نروح ونشوف الصيدليه. فالراجل راح لقى المكان ما فيهوش صيدليه، اتكلم قال له معلش اصل انا قفلت الصيدليه وبجيب حاجه بس من عند سوبر ماركت كاول الشارع وجاي دلوقتي واستناني، معلش انا جاي لك في السكه. بيقول دقيقتين ثلاثه كده لقى حد جاي عليه بشنطه فيها ثلاث علب ادويه، دول وديهم. قال له طب ماشي في ناس، قال له ما اصل انا قفلت. قلت له طب انت غلطان، انت فين الصيدليه؟ انا لو استلمت الحاجه مثلا من صيدليه معينه والكاميرات مصوراني والدنيا تمام، مش هيقدر يعمل فيها الكلام ده. راح الراجل بحسن النيه خد الدواء وطلع جري على الراجل دوا اللي هو مستنيه عشان ياخد منه الدواء. بيقول لي وصلت حدائق الاهرام، لا الراجل قفل تليفونه، اللي خد منه الدواء قفل تليفونه. طبعا الاوردر عامل حوالي 100 وشويه، قلت له هو كتير اساسا عليه من الهرم لحدائق الاهرام 100 وشويه، فهو خدعك بالقصه دي. القصه كلها ان هو دخل عليه في قصه ان في حد تعبان والدواء ومش لاقي الدواء عندي ومش عارف ايه، وبعد اذنك واعمل معايا واجب والكلام ده. فزي ما قلت لكم في الاول ان هو بيحاول يوقعك باي طريقه. يعني انت معرض ان انت حد يعمل لك مشكله او حد يضحك عليك في اي قصه من القصص دي وانت مش واخد بالك. وطبعا هو واقع في حجر مين؟ واقع في حجر ان درايفر اللي هي ما عندهاش اساسا دعم، ما عندهاش ولاء لاي حد، ما عندهاش ولاء لنفسها. يعني لو انت رحت لدعم ان درايفر وقلت له حصل كذا كذا، يقول لك ناسف معلش ما عندناش حل ليك، انت وقعت في حجر ان درايفر. يعني على سبيل المثال لو رحنا الاوبر لديدي الكلام ده، هو كده كده ما فيهوش توصيل، ممكن يحاسبك على سعر الرحله نفسها، لكن الفلوس اللي اديتها للعميل ملوش دعوه بيها. فالقصه كلها في ايه؟ قلنا 100 مره يا جماعه، 100 مره قلنا ما تطلعش فلوس من جيبك، انت نازل تجيب فلوس مش نازل تدفع فلوس. وكررنا القصه دي اكتر من 3 4 مرات، بس بنحاول نذكر برضك عشان الناس تفهم، الناس تعرف، الناس تحط في دماغها. معانا ناس كتير بتخش الشغلانه دي وفي ناس بتطلع، فبنحاول نوصل المعلومه. لو انت سمعت المعلومه دي قبل كده مفيش مشكله، حاول توصلها لغيرك. انت نفسك سيبك من الفيديو وسيبك من الدنيا دي كلها، انت تعرف حد شغال، حاول تنبهه على الحاجات اللي ممكن يقع فيها، الحاجات الجديده، النصب الجديد، ممكن يحصل معاك مشكله كذا. حاول انت من منطلق المكان اللي انت شغال فيه، القهوه اللي بتقعد عليها مش عارف ايه، تحاول توعي الناس، وده ثواب ليك عند ربنا. مش لازم تديله الفيديو تتفرج عليه، لا انت شفت الكلام ده وعي حد تاني، عشان في ناس كتير جديده مش عارفه القصه دي. فاحنا بنحاول نوعي الناس وبنحاول نوصل الكلام ده للناس. ولو حد برضه عنده مشكله مش عارف ايه، حد حصل له حاجه مشابهه، يبعت لنا في التعليقات كل اللي هو حصل له. ولو انت معانا على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل زر الجرس هيوصلك مننا كل جديد، وما تنساش اللايك. لو انت معانا على الفيسبوك برضك نفس القصه، اعمل متابعه وحاول تدوس لايك وما تنساش التعليق. اهم حاجه بقى في اخر الفيديو بنعملها، بنعمل ايه؟ هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.